من مشفى يافا إن شاء الله حنحضر عملية قيصرية. المريضة بسببها قيصرية واحدة وهلا حنعملها القيصرية الثانية. 39 أسبوع، يعني باقي لها كم يوم بيخلص الشهر التاسع، حنعمل قيصرية. بالبداية عم نفتح الجلد نحن، بعدين النسيج الشحمي اللي تحت الجلد لحتى نوصل لصفاق العضلات. بدنا نسلخ الصفاق شوي هلا عن العضلات. بعد العضلات على الخط الناصف، بعدين نفتح البريتوان، نكون سكسرنا جوا البطن. نسلخ البريتوان الرحمي المثاني، نسلخ المثاني نبعدها عن الرحم. هيك بنكون صرنا تماما على الرحم. هلا بنفتح جسم بنفتح القطعة السفلية للرحم. هي هون ببين معنا السائل المنيوسي، كيس المي يعني. بنبصق جيب المياه، نضغطة خفيفة على البطن بيطلع الراس معنا، وبعدين بنسحب الجنين. متى ما طلع الجنين فورا بنعطيه لطبيبة الأطفال، لا بيكمل بقى ما بيفحصوا طبيبة الأطفال.